بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ليلة دي ليلة وترية، لكن الحقيقة احنا اتفقنا بقى من أول ليلة ان احنا هنشتغل على العشر أيام ونبذل جهدنا ونحاول على قد ما نقدر، ولعل الله تبارك وتعالى يمن علينا ونبلغ ليلة القدر، قد تكون لحظة إخلاص يجبرك الله بها ويغفر الله لك بها. فاحنا مشتاقين لليالي دي، واللي باقي خلاص بنتكلم في خمس أيام. فشدوا الهمة يا جماعة وقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر وطوى فراشه واعتكف وقام في الليل. يعني ما زال عندنا الأعمال الكثيرة. الحقيقة الواحد كل ما بيخش المساجد ويشوف كمية الشباب اللي واقفة بتصلي في كل البلدان العربية والإسلامية، حتى في الغرب لو تشوفوا وتسمعوا عن المسلمين في بريطانيا، عن المسلمين في فرنسا، والإقبال على المساجد في كل الحقيقة البلاد، حاجة تقول إن في أمل كبير جدا 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 للأمة دي. وإحنا بنقولها من أول الشهر، طالما الشباب بدأوا يفوقوا يبقى الأمل كبير، ويبقى الأمل في عزة الأمة دي وإنها تعود إلى مكانتها كبير قوي قوي قوي. تعالوا ندخل في موضوع النهاردة. موضوع النهاردة لقطة من لقطات يوم القيامة. فاكرين كلمنا قبل كده عن الصراط وخدنا الصراط على بعضه، تعالوا ناخد لقطة تانية من لقطات يوم القيامة، لقطة برضو صعبة الحقيقة. وعلى قد ما هي صعبة على قد ما الأيام دي تحفزك ليها جدا، لقطة الميزان. الميزان، يقول الله تبارك وتعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يسقط ويسقط ويهوي 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 فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لقطة الميزان، يقول الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق. أوزان الدنيا ساعات ما بتبقاش حق، وبيحصل ظلم وناس بتضيع وناس بتظلم. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط يعني الدقيقة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة صغيرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الوزن يا جماعة، المحطة قبل الأخيرة قبل الصراط، وزن الحسنات والسيئات عشان تعرف أنت رايح جنة ولا رايح نار. وزن الحسنات والسيئات، يا ترى موازيننا شكلها إيه النهاردة يا جماعة؟ يا ترى بعد 26 يوم ولا 25 يوم من رمضان موازيننا عاملة إيه؟ يا ترى أنت مطمئن هذا رمضان لموازينك؟ ولا كان نفسك تبذل زيادة وحاسس إن أنت ما حطتش في الموازين اللي يعوض السنة اللي فاتت من ذنوب وأخطاء؟ يا ترى لو أنت سرحت بخيالك كده وتخيلت ميزانك النهاردة، الميزان عامل إيه؟ يا ترى أنهي كفة، الحسنات ولا السيئات؟ يا ترى النهاردة بس لو ميزانك هو اليوم فقط، أنهي كفة، الحسنات ولا السيئات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينام بين في حجر وبين قدمي السيدة عائشة، يضع يعني رأسه على فخذ السيدة عائشة فتبكي رضي الله عنها وأرضاها، فيستيقظ النبي: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة. حد يا جماعة كان قاعد مرة فافتكر يوم القيامة فبكى وهو قاعد كده يعني مع أهله؟ تخيلوا إحساس السيدة عائشة ورقي الإحساس والإحساس المرهف، دقة الإحساس: تذكرت يوم القيامة يا رسول الله، فتذكرت هل سنذكر أهلينا يوم القيامة أم سنغفل عن أهلينا؟ هفتكر أبويا وأمي يوم القيامة وأبقى محضن في أبويا وأمي، ولا هبقى بجري من أبويا وأمي؟ هنفتكرهم ولا لأ؟ وهنبقى جنب أحبابنا ولا لأ؟ فقال يا عائشة: نعم، يذكرون أهليهم يوم القيامة إلا في ثلاثة مواضع، لا يذكر أحد إلا نفسه، يقول: نفسي نفسي. فقالت: ما هي يا رسول الله؟ فقال: الصراط، وقال: تطاير الصحف، وقال: الميزان. يوم يوضع الميزان وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فينظر كل امرئ منكم هل سيثقل ميزانه أم سيخف. كل واحد متعلق بالميزان. تعالوا نشوف الميزان وعيشوا معايا كده يا جماعة وتخيلوا الميزان دلوقتي. فطيرت الصحف، وفينا اللي خد كتابه بيمينه وفينا اللي خد كتابه بشماله، وتخيل لحظة تطير الصحف
وانت مش عارفه وايديك بترتجف وقلبك بيرتجف، يا ترى هاخده بيميني فافرح ولا هاخده بشمالي؟ اصل خلي بالك الكتاب ده هو اللي هيتوزن، الكتاب اللي بيطير ده هو اللي هيتاخد ويتوزن. فانت الاول اتحسبتي وبعد كده تطيرت الكتب، الكتاب ده ايه اهميه الكتاب ده؟ هو ده اللي هيتفرغ في الميزان، هو ده اللي هينزل حاجه حاجه منه في الميزان. حاولوا تتخيلوا الصوره كده قدامنا، فالكتب بتتطاير والبشر كلهم مرعوبين، يا ترى هاخد كتابي بيميني ولا بشمالي؟ وفجاه خدتيه بيمينك، وتخيل الفرحه وانت ماسكه الكتاب بيمينك وبتضحكي وبتندهي على الناس كلهم وبتقول لهم ها ام. يعني ايه ها ام؟ يا ناس ياهو، عماله بتندهي على الناس ها ام اقراوا كتابيه، ها ام اقراوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه، انا كنت مستعده لليوم ده. فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية دنيا. وأما من أوتي كتابه بشمال، تخيلي لحظة السواد الوجه دي، جيب الشمال، تخيلي اللحظة دي أنت تبقى عاملة إزاي. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. لدرجة ان بعض الكفار من شدة خوفهم ان ياخد كتابه بشماله يخبي ايده ورا ظهره، علشان تقوم تيجي الاية تقول واما من اوتي كتابه وراء ظهره، لانه كان مخبي ايده ورا ظهره. ومن الكفار من يحاول ان يقطع يده ويكسر يده كي لا يستطيع ان ياخد كتابه. خدت الكتاب؟ خدت الكتاب بيمينك او بشمالك؟ يا ترى الناس اللي سامعيننا على التلفزيون دلوقتي متوقع ايه؟ ما انا بقول لكم اصل هي كلمه النهارده، حطوا نفسكم هناك، روحوا هناك. فاكرين حلقه الجنه؟ تعالوا ندخل هناك. فاكرين حلقه الصراط؟ انت ماشي عليه دلوقتي، انت دلوقتي واقف قدام الميزان والكتاب بيمينك او بشمالك. خلي بالك ينصب الصراط، ينصب الميزان، يتنصب الميزان، ميزان زي الموازين. لكن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم وان كفه الميزان لتسع السماوات والارض. ليه كفة الميزان قد السماوات والأرض؟ ليه؟ لأن هيوضع فيها دقائق الأعمال. حضرتك عمرك كم سنة؟ 40 سنة؟ الأربعين سنة هينزلوا يوم يوم؟ لا، ثانية، دقيقة دقيقة. الغمزة هتنزل، والإشارة هتنزل، والحركة هتنزل، والضحكة هتنزل، والكلمة هتنزل. فالميزان قد إيه الميزان؟ كعرض السماوات والأرض. تخيل كل بني آدم مننا كفة ميزانه عاملة قد إيه وحجمها عامل قد إيه؟ هتوضع ويأتي الملك الموكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالميزان ويأتي الملك الموكل بالميزان ويوقف العبد بين كفتي الميزان. حاولي تتخيلي حضرتك وانت واقفة بين كفتي الميزان ومستنية، تخيلي دقات قلبك عاملة إزاي؟ وتخيلي يؤتى بصحيفة الأعمال، جت صحيفة الأعمال هتتحط؟ لا لسه. ايه اللي هيحصل؟ هتتحول الكلام المكتوب في صحيفة الأعمال إلى أعمال مجسدة تشوفيها أنت، مش فيديو، مش تلفزيون، أعمالها مجسدة. قبل الأعمال المجسدة دي هي اللي هتتحط. ياه، دي أصعب دي. حاولي تتخيلي كده، فاكرة الذنب الفلاني؟ فاكرة الذنب الفلاني وأنت شايفاه قدام عينيكي؟ جبت الكلام ده منين؟ يقول الله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ده بيتكلم على إيه؟ على الكتاب. بص الآية اللي بعديها بتقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ليس مكتوبا ولا مسطورا، متجسد قدامهم شايفينه. الصدقة الخفية أهي أهي، شايفها أهي، أهي الصدقة الخفية. والعياذ بالله والزنا شايف نفسه. حاول تتخيل الفضيحة. يقول الله تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضر. محضر قدامها، قدام عينيها، مجسد، ملموس، حسي، حاجة محسوسة. حاولوا تتخيلوا كده يا جماعة، الكتاب بدأ يتحول لحاجات محسوسة قدام عينيك وانت شايفها، وبتتحرك قدام عينيك وانت شايف المعصية وهي بتتعمل. انت شايف نفسك والمعصية بتتحرك. فاكرين يا جماعة سنة كذا؟ فاكرة السنة اللي فاتت؟ فاكرة الذنب الفلاني؟ فاكرة شايفاها؟
مين اللي شايف معاكي؟ كل الناس. يا الفضيحة، يعني أمي؟ يا فاكرة أسوأ ذنب في حياتك؟ أبوك؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ الملائكة؟ الله. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حولي، متخيل الشكل ومتخيل الوضع، متخيل ألمك وإحساسك والأعمال مجسدة قدام عينيك. الآيات لما الواحد يقعد يتخيل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. السعي بتاعه هيبقى متجسد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نسخ من أعمالك، نسخ بين قدام عينيك، شايفها قدام عينيك. أو تخيل ليه بس بنتخيل المعاصي؟ ما تيجي نتخيل يوم ما خدت بإيد صاحبتك وانت شايفة اليوم ده قدام عينيكي، وحتشيليه أهو وتحطيه في كفة الحسنات، هتحطي صاحبتك بحسناتها في كفة حسناتك. تخيلي ساعتها قلبك عامل ازاي. فاكرة يوم ما حطيتي الحجاب، فيجي اللقطة تشوفيها قدام عينيكي وانت بتحطي الحجاب وشعرك صعبان عليكي وبتحطيه عشان خاطر ربنا. فاكر يوم ما كسرت إزازة الخمرة، تيجي تشوفها متجسدة قدام عينيك بتتكسر ويتحط كل دون في كفة حسناتك. فاكرة لما رحتي بعربيتك المشوار الفلاني علشان تاخد بإيد فلان أو عشان الأيتام الفلانيين، يجي الأيتام وضحك الأيتام وفرحة الأيتام وفلوسك وبنزين العربية، ويجي اللي عمل الأيتام كذا وكذا وكذا، ويتحط كل الأيتام دول في ميزان الحسنات مجسدة. يا نهار أبيض. يبقى الأول تتطاير الكتب، هتاخد الكتاب بيمينك أو بشمالك، يبدأ الكتاب يتفرغ في شكل أعمال محسوسة. تبدأ الخطوة اللي بعد كده إيه؟ يلا شيل وحط في كفة الحسنات، وشيل وحط في كفة السيئات. وتخيلي وانت بتشيل بنفسك الذنب الفلاني، تخيل نفسك وانت بتشيل مال الربا وبتحطه في كفة السيئات، وتخيلي وانت بتشيلي الغيبة اللي اغتبتيها لصحباتك وبتحطيها في كفة السيئات. بأيديكي بترمي بأيديك. تجسيد الأعمال يا جماعة، كل ان الأعمال تأتي مجسدة، بأصعب ما في يوم القيامة ان كلها، ان انت شايفة العمل، شايفة الغيبة، شايفة وانت بتاكلي لحم أختك ميتة وبتاخدي اللحم الميت ده وبتحطيه في كفة السيئات. ووجدوا ما عملوا حاضرا، بيتكز الحسنات والسيئات، الخير، الصدقات، الإحسان، العطف، بوس إيد الأم، الطبطبة على الأم، السؤال اللي عملته لخالك اللي في قاعد في الدنمارك ولا في كندا، بتقول أنا بسلم عليك يا خالي من باب صلة الرحم، اللي كنت متخانق معه وصالحته عشان رمضان دخل، كل ده انزل، كل ده بيتجسد قدامك، بتشوف الكلمات وهي بتتحط. يا ما أروع المنظر ده وما أخوف المنظر ده. تخيلوا الميزان عامل إزاي؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا. لا مش كده وبس، يلا شيل بقى، شيل بنفسك وحط. ولذلك الآية تيجي وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، كل واحد جاي وشايل على ظهر ذنوبه، ألا ساء ما يزرون. وهم يحملون، تخيلهم وهو شايل، حتى يأتي العاصي شايل على كتفه مدينة كلها مخزيات، مصايب ومعاصي وبلاوي شايلها على كتفه وبيحطها في كفة الحسنات. ألا ساء ما يزرون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. بص الآية تقول لك إيه؟ ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب مش كفاية أثقالهم؟ إيه الأثقال اللي مع أثقالهم؟ أثقال اللي أضلوهم. أوعى 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 تساعد إنك تضل بني آدم، أوعى تقول لبني آدم كلمة تساعده بيها إن هو يزداد ضلالا وبعدا عن الله، كله في كفة الحسنات والسيئات. متخيل الوضع عامل إزاي؟ متخيل الكفة الحسنات والسيئات وتكسيد الأعمال. ترك الزكاة، بصوا ترك الزكاة هيعمل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بتارك الزكاة يوم القيامة وقد أتى ثعبانا يطوقه من عنقه، يقول له أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الثعبان ده هتاخده تحطه في كفة السيئات، فلوسك اهي، شيل الثعبان من رقبتك اللي بيقول لك أنا مالك أنا كنزك. تجسيد الأعمال يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يا شباب واحلى ابوك وامك النهاردة وقول له يا بابا أرجوك انت دفعت الزكاة السنة دي ولا لا؟ هيقول لك يا ابني ده انا بدفع كتير للغلابة والفقراء. الغلابة والفقراء واوعى تفتكر ان دي يعني ممكن ناس بتدفع صدقات اكتر من الزكاة، لكن هو ما كانش ناوي الزكاة، انوي الاتنين ونص في المية، انوي الزكاة، طلع الزكاة حتى لو بتدفع اكتر ملناش دعوة، بس طلع حق ربنا الاول. ما تقولش ما انا بدفع اكتر لازم يتأدى حق ربنا، علشان ما تقفش قدام الميزان يوم القيامة وتبص تلاقي ثعبان في رقبتك، وتبص تلاقي الآية دي جاية بتواجهك يعني شايف. لا مش كده وبس، انت واقف قدام الميزان دلوقتي قلبك عامل ازاي؟ قلبك بيرتجف، شايف صعوبة الموقف، شايف الامر عامل ازاي؟ ما تخافش، زي ما تارك الزكاة هيخاف الصايم مش هيخاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يا رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. تخيل بقى وانت واقف قدام الميزان وقلبك بيرتجف، يجي صيام رمضان السنة دي يقول يا رب سامحه ده صامني. هتشوف الصيام متجسد، الصيام هشوفه حاجة مجسدة، هتشوفه حاجة مجسدة. ويأتي القرآن يقول يا رب منعته النوم بالليل. كان بيروح يعتكف ويصلي صلاة التهجد ما عرفش ينام بالليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان فيه فيشفعان، ربنا يقبل شفاعتهم، فينزل الصيام في كفة الحسنات وينزل القرآن في كفة الحسنات. تخيل اللي شفعولك دول ينزلوا في كفة الحسنات يعملوا ايه؟ ها يا جماعة متخيلين المنظر ولا مش متخيلينه؟ وتخيل كده وانت عمال تتحط الحسنات والسيئات واستوت الحسنات والسيئات، او تخيل لو السيئات نزلت درجة درجة واحدة، سيئة واحدة هتخش النار على سيئة سيئة. فاكر السيئة دي؟ يا ريتك يوم كذا كنت روحت المسجد، يا ريتك كنت سبحت التسبيحة دي بعد الصلاة، يا ريتك كنت اديتي الفلوس اللي في جيبك دي، هي الحسنة دي اللي هتضيعك، الحسنة دي اللي هتودي النار. فيأتي الرجل يوم القيامة وقد رجحت كفة سيئاته عن كفة حسناته بسيئة واحدة، فيجري بين الناس من يقرضني حسنة أدخل بها الجنة، من يقرضني حسنة أنجو بها. حسنة يا جماعة حاولي تتخيلي كده من الحسنة الجاية اللي هتعمليها بعد البرنامج ده على طول هي دي اللي هترجع كفة حسناتك تزيد. من يقرضني حسنة أدخل بها الجنة. فيمر على الناس بيشحت، شفت الشحات اللي في الشارع؟ شوف انت عيلتك مين ووضعك ايه؟ تخيل لما تشحت يوم القيامة. من يقرضني حسنة ادخل بها الجنة؟ فتعدي على الرجل واحد ما تعرفوش، اقرضني حسنة ادخل بها الجنة، فيقول لك اليك عني نفسي نفسي، فتظن ان ما عادش حد، هتروح فين؟ هتروح النار. على فرق ان الميزان طابق، لان الميزان دقيق جدا، طابق بفرق سيئة، لمن اذهب؟ لمن الجأ؟ فتجري على امك فتقول لها يا أمي كنت بك بارا، يا أمي قد فعلت لك كذا وكذا، يا أمي أقرضيني حسنة أدخل بها الجنة. فتكون المفاجأة أن أمك تقول لك نفسي نفسي إليك عني ما أقدرش دلوقتي، وتذهب الأم الحنون إلى بنتها يا بنيتي كنت بك رحيمة، كنت بك شفيقة، فعلت لك كذا وكذا وكذا، يا بنيتي أقرضيني حسنة أدخل بها الجنة. فتفاجأ الأم ببنتها بتقول لها نفسي نفسي. تخيل الوضع صعب قد إيه. ها يا جماعة، ولذلك يا جماعة تيجي الآية تقول القارعة، الآية اللي جت فيها وزن الحسنات والسيئات، القارعة. مش معنى تسمت الصورة دي بالقارعة؟ ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال العظيمة كالعهن المنفوش، حتة لفافة قطن كده. فأما من خفت وأما من ثقلت، اللي يجيب القارعة لأما من خفت. يا جماعة عارفين القارعة ليه تسمت بالقارعة؟ القارعة هي الصوت الشديد، القرع الشديد. طب ليه تسمت يوم القيامة بالقارعة؟ تقرع القلوب بأهوالها. لو انت واقف قدام الميزان، احنا تعودنا يا جماعة ان احنا لما نبقى خايفين من حاجة قلبنا يدق جامد، وساعات تسمع صوت دقة قلبك من كتر ما هو بيدق جامد، لكن عمره ما يوصل للقارعة. هناك بس قدام الميزان يوصل للقارعة. تخيل قلبك عامل زي طبلة بتدق، سمعت قرع الطبول؟ تخيل القارعة معناها كده، ان قلبك بيدق كأن طبلة، مش دقة الدم في قلبك،
ده طبلة بتدق على قلبك من كتر ما انت قلقان. اللي حيجي حسنات ولا سيئات؟ تخيل وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ايه اليوم ده يا جماعة؟ ايه اليوم الرهيب دون؟ يوم لا ينطقون، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يوم هم بارزون. وانت واقف قدام الميزان افتكر الايات دي، يوم هم بارزون، كل حاجة باينة، لا يخفى على الله منهم شيء، كل الحسنات اهي وكل السيئات اهي. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يوم ما تتقسم الوجوه نوعين، هم فرقتين بلون الوشوش تعرف، يوم تبيض وجوه من فرحتها بأن الميزان ثقل وتسود وجوه. دي يا جماعة مش شتيمة في أصحاب البشرة السوداء، لا، ده تسود وجوه تبقى كئيبة كالحة عليها غمامة وعليها غبرة من المعصية، أول ما يشوف كفة حسناته وسيئاته تبدأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين الضخم العظيم يوم القيامة وقد خفت حسناته عن سيئاته، كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، فلا يجد ماذا يفعل، هيروح فين؟ فيبحث عن حد، عن أحد يعطيه حسنة، فلا أحد حتى أمه وهو ضخم، فيقول كيف أرجح كفة حسناتي؟ فيلقي بنفسه في كفة الحسنات لعلها ترجح، وهو عاصي شديد الفجور. يقول النبي فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قول الله عز وجل فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ملوش وزن ولا حاجة، إذا كانت الجبال يعني كالعهن المنفوش فأين أنت من الجبال؟ فخلي بالك، شايف كفة الحسنات وشايف كفة السيئات. طب تعالوا نتفرج على الأعمال، تعالوا نتفرج على الأعمال وهي بتتحط. أنا هبدأ أحكي عن أعمال النبي حكلنا عنها، وشوف انت نفسك من الاعمال دي وافرحي او احزني، وخافي او اقلقي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. الموازين هو ميزان واحد ولا موازين؟ بعض العلماء قالوا لا، دي موازين كتيره. ده ميزان الاخلاق بتاعتك، وده ميزان العبادات، وده ميزان الكلام، وده ميزان حقوق العباد، وده ميزان نصرت الاسلام ولا ما نصرتوش، عملت حاجه لدينك ولا ما عملتش. وكل ميزان يتحط فيه حسناته وسيئاته. يا نهار ابيض، يعني مش كفايه ميزان واحد، ده موازين ثم تجتمع في النهايه في ميزان واحد هو الميزان النهائي. مش بقول لك القارعه؟ شفت ليه اتسمت القارعه؟ تخيل بقى الميزان. يا ترى يا جماعه كل واحد قاعد هنا عارف انه موازين عنده ثقيله وانه موازين عنده خفيفه. ميزان اخلاقك اخبره ايه؟ يا ترى يا اختي ميزان كلامك اخبره ايه؟ اللي بيطلع من فمك اخبره ايه؟ يا ترى عملت حاجة للإسلام ولا الميزان ده كفة حسناته فاضية؟ الميزان ده فاضي، الميزان ده ما فيهوش حاجة خالص، الميزان فاضي. يا ترى الأخلاق، يا ترى بر الوالدين أخبره، يا ترى العبادات، طب الصلاة والصوم. يا ترى يا جماعة حد قاعد هنا عنده ثلاث أربع موازين كفة الحسنات بتاعتها فاضية؟ ولا الموازين تقيلة؟ موازينكم فاضية ولا تقيلة يا جماعة؟ شايفين المعنى عامل إزاي؟ يا ترى مين ميزانه خفيف ومين ميزانه تقيل في كل حاجة؟ بس في حاجة عجيبة يا جماعة، في بعض حاجات هتتحط في الميزان عجيبه قوي. بصوا الحاجات اللي انا هقولها دي حاجات تفرحكم، حاجات بقى ايه يا رب نكون جايبينها. ما انا ماشي الحلقه كلها كده، شويه نقول الميزان لانه هو كفتين، فشويه نقول كفه تخوف وشويه نقول كفه تفرح. فاسمع كده الحاجات اللي تفرح. الصدقه، انا هقول حاجات يا جماعه اعملوها النهارده بنيه الميزان. الصدقه، مالها الصدقه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمره من كسب طيب، والله لا يقبل إلا طيب، تكون مال حلال، فإن الله ينميها لصاحبه، تكبر وتكبر وتكبر وتكبر، كما يربي أحدكم فلوة زي ما بتربي المهر الصغير لغاية ما يبقى حصان كبير، حتى يلقى الله يوم القيامة فتوضع اللقمة في الميزان كجبل أحد. لقمة دي يا جماعة جبل أحد، حد شاف جبل أحد؟ سلسلة جبلية، جبل شاهق عظيم. طب نتصدق ونتقل الميزان، اكتبوا يا جماعة، اكتبوا معايا يلا. يبقى صدقة، الصدقة من الحاجات العجيبة. يعني ايه حاجات عجيبة؟ يعني انت تيجي يوم القيامة تبص تلاقي في كفة الحسنات جبل، يا رب انا ما عملتش ده، لا عملته، ما عملتوش يا رب، ده من ايه ده؟
وتبقى فرحان قوي وبتضحك والملك يحط لك في كفة حسنات الجبل دي تمرة، ده انت كنت تصدقت بتمرة نميناها ليك عشان كانت من حلال لغاية ما بقت زي جبل أحد. تعال أقول لكم حاجة تانية تتحط في الميزان جميلة قوي، هدايا الأعمال اللي بنهديها للأموات. يجي واحد مات يتحط قدام الميزان وهو بيترعش، يبص يلاقي ألف حسنة اتحطت في كفة الحسنات، يا رب أنا ما عملتش ده. لا أصل أنت بعد ما متي بنتك كانت طول ما هي قاعدة ماسكة السبحة وعمالة تقول يا رب اغفر لها يا رب ارحمها يا رب اغفر لها يا رب ارحمها، فالهدية دي وصلت لك فاتحطت في كفة الحسنات. والله يا جماعة لو ما كانش فيه في ان انتوا تربوا على ولادكوا على الدين غير لما تموتوا ولادكوا يعبدوا ربنا ويبعتوا لكم حسنات، كان يبقى اولى حاجة تربوا عليها ولادكوا للدين. الناس الرجالة والستات اللي بيمنعوا ولادهم من التدين ده انت هتكون محتاج لهم قوي. انت لو فاهم ما كنتش منعت ولادك من التدين، ما كنتش منعت بنتك انها تعمل تطيع ربنا وتعمل كذا. تخيل هدايا الاعمال، فيجي الميت يقول يا رب. اجمع العلماء ان في اربع حاجات توصل للميت في قبره: الحج والعمره والصدقه والدعاء. تقعدي تدعيلها تنزل في كفه الحسنات، تتصدقي صدقه جاريه تنزل في كفه الحسنات. تخيلي بقى لو عملت لجدتك حج، حجيت لجدتك، وتيجي جدتك يوم القيامه كيوم ولدتها امها كفه السيئات كل اللي في كفه السيئات يتشال، تقول يا رب انت ليه شلت لي اللي في كفه السيئات؟ اصل بنتك عملت لك حج سنه كذا بعد ما متي بعشرين سنه. ايه الرحمه دي؟ ايه الدين العظيم؟ ايه رحمه ربنا دون عند الميزان؟ شفت الميزان هيحصل فيه ايه؟ لا هيحصل في الميزان حاجه ثانيه، حاجات غريبه غير متوقعه كلها فرحه وسعاده هتتحط في كفه الحسنات. ايه هي؟ الحجاب. الستات كلهم فاكرين ان هي حسناتها يوم ما اتحجبت، لا، كل واحد بيشوفك بالحجاب بيفتكر ربنا بيتحط حسنه. وكل ما المستوى الاجتماعي زاد وكل ما الجمال زاد وكل ما الفلوس زادت وكل ما امكانياتك زادت وتحجبتي كل ما الحسنات تتضاعف، فتيجي الست يوم القيامه وتقول يا رب ايه اللي في كفه الحسنات دون؟ ده عدد الملايين اللي شافوكي لغايه ما متي بحجابك اتحطت في كفه الحسنات، ما كنتيش عامله حسابها. الحساب شغال والميزان شغال وربنا ما بيظلمش. اللي شاف نظره جت عينه على الحجاب حسنه 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 حسنه، ايه تاني بيتحط غير متوقع في كفة الحسنات؟ كل خير خدت بإيد إنسان ليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوضع بين كفتي الميزان فتأتي الغمامة الثقيلة، سحابة، حاجة زي سحابة ثقيلة، فتوضع في كفة الحسنات، فيقول الرجل: يا رب مما هذا؟ فيقول: من الخير الذي علمته للناس. مش انت كنت خدت بإيد صاحبتك وعلمتيها الحديث الفلاني؟ الغمامة دي الحديث الصغير اللي انت علمتيه لصاحبتك. يا جماعة حاجات الدعوة الى الله، شفتوا كم حاجة؟ حجاب، دعوة الى الله، الهدايا اللي بنبعتها للأموات. ايه كل الانواع العجيبة اللي بتصل الى الناس في حسناتها؟ الصدقات. خلي بالكوا بقى العكس، مش شرحنا شوية في حاجات العكس؟ يبقى محطوط في كفة حسنات الجبل من الحسنات، وفجأة وانت فرحانة إذا به هباء منثورا يتحول لتراب. تخيلي وجع القلب لو حصل كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة حسنات. ها شايف الفرحة؟ يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: ألا إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل ما يبقى لوحده لازم يعمل معصية، عمره ما بقى لوحده وكان طائع لربنا، قدام الناس دايما طائع، كل ما يبقى لوحده عاصي عاصي عاصي. هتقولي ما هو في حد فينا بيقترئ بالمعصية قدام الناس؟ ما كلنا بنعمل المعصية في السر. لا، الفرق بينك وبينه ان هو دايما كل ما هو لوحده عاصي. اوعى شباب تكونوا كده، اوعى. كل مش مسألة نفاق، مسألة ان كل ما يبقى لوحده يكترئ على الله ويسقط هيبة الله من عينيه. الاصل ايه؟ مرة يحصل كده الغلط ده، ومرات لا، مش هعصي ربنا في الخلوة ابدا، انا هبقى حريص ان انا ابقى طائع لربنا. او يتوب. حرام عليكم بعد ما تتعبوا 30 يوم حسنات يجعلها الله هباء منثورا. حرام، حرام عليكي. ليه عملت كده؟ ليه عملت كده يا اخويا؟ الشباب الصغير ما تضيعش، ما تخليش حسناتك هباء منثورة بعد ما تعبت. اوعى كل ما تختلي وتبقى لوحدك تعصي ربنا.
شفتوا انا عمال افرجكم على الميزان بيتقل وبينزل ازاي؟ شايفين حركة الميزان يا جماعة عمال يعلى وينزل ازاي؟ طب اقول لكم على حاجة تانية عجيبة جدا، حاجة صعبة قوي. ايه هي؟ النية. تنزل النية في الميزان، تتقل الميزان درجات ودرجات ودرجات. النية يعني ايه؟ واحدة ست تنوي، بنت شابة، تقول لو اتجوزت وخلفت الولد ده هطلعه صلاح الدين، واشهد يا رب، هربيه على الإيمان وعلى التدين وعلى حب الإسلام، وهخلي كل حاجة في كياني إن الولد ده يطلع ما اتجوزتش، أو اتأخر جوازها، أو ما قدرتش، أو 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 يطلع صلاح الدين في ميزان حسناتها بنيتها. راجل قال يا سلام على فلان الغني اللي معاه فلوس، يا رب لو رزقتني الاتنين مليون جنيه اللي عنده هقعد اطلعها كده، ويجاب ورقه وقلم وقعد يقول هطلع للايتام كذا، وهطلع لنصرة الاسلام كذا، وهعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. يقول النبي فهما في الاجر سواء، فتاخد ثواب 2 مليون جنيه في حسناتك كانك طلعتهم بالظبط زي ما نويت. النية يا جماعه، انه نية المرء خير من عمله. اقعدوا انه حاجات عظيمه، تبص تلاقي ربنا بارك بركه عظيمه. حاولوا تتخيلوا كده الامور عامله ازاي. يقول النبي من احتبس فرسا لله، اللي عمل حاجة لله نوى به أن يكون هذا الفرس في سبيل الله، كان بوله وروثه وطعامه وغيه وشرابه في ميزان حسناته يوم القيامة.